الحاجه المهمه اللي هي اللعيبه. احنا كلنا شفنا طبعا موضوع، اول حاجه موضوع محمد صبحي. في حد اشاع ان في بند في العقد بيقول ان محمد صبحي عشان يتنقل نهائي لنادي اسمه فاركون، يعني مش شركه دواء، دول بتوع الحقن، ماشي. قال لك في بند بيقول ان لازم وافد الزمالك علشان البيع، بقى انا عواد اجيبه ب 35 مليون، ما كانش عندي ايامها لعيبه حراس مرمى، واسيب مدبولي ودونجا على الاقل ب 50 مليون، وعواد ومحمد صبحي ب 20 مليون، وجاي تكلمني عن انا اهدار مال عام. فالعاده يا جماعه خالي من هذا البند اللي قالوا لك ان اصل احنا عاطين بند ان لازم وافد الزمالك على البيع. خلاص ادي العقد اهو، البند واضح، مده الاعاره عام واحد، يبدا بسبتمبر 21 نهايه موسم كروي 21 22، حق الطرف الثاني نهايه الموسم احتفاظ باللاعب الطرف الثالث بصفه نهائيه دون ادنى معارضه من الطرف الاول للزمالك. طب ينفع الكلام ده يا جماعه؟ تضحكوا على الناس، تضحكوا على الجماهير، ما العقد اهو. بس العقد فيه ثغره، نمره واحد، وده ما يزعلش حد. جميع القرارات اللي خدتها اللجان مخالفه لقرار تعيينها وهي تسيير الاعمال الماليه هلغيها، كلام واضح. تاني، الفيفا لا يعترف باللجان، لا بيع ولا اعاره، ما بيعترفش بيها. فحضرتك دلوقتي رقم واحد، حضرتك لجنه تسيير اعمال. يعني ايه تسيير اعمال؟ عندي صداع فبتديني برشانه، لكن عندي صداع من ايه؟ بروح احلل بقى واكشف واشع والكلام ده لغايه ما اعرف انا عندي ايه، تمام؟ فحضرتك لجنه تسيير اعمال لا بترفد ولا بتراجع ناس مفصولين ولا بتراجع عدوات مشطوبه ولا ليك خالص، انت مش مجلس اداره، قرارك طالع ايه؟ تسيير اعمال ماليه. طب هو نقل موظف اعمال ماليه؟ طب انك تراجع واحده لا مؤاخذه اعمال ماليه، او عيل متحرش ده اعمال ماليه، او عيل بلطجي ده اعمال ماليه، او عيل مزور اعمال ماليه؟ لا خالص، ده رقم واحد، رقم ده بصفه عامه. رقم اثنين، هو مين اللي ماضي على العقد من نادي الزمالك؟ حسين السمري حضرتك مين؟ هو حسين السمري ده مين؟ ده انت لا في اللجنه ولا في المجلس. تاني، هو القرار بتاع التعيين اداك صفه، سيبك بقى من اللجنه كلها مالهاش صفه، انت كحسين قال لك ومدير التنفيذي يكون بعمل مجلس الاداره؟ العقد ده ولا ليه قيمه خلاص. وعايزين توصلوا الفيفا اروح معاكم الفيفا، ولو انتوا دكوره قولوا لهم دي لجنه اللي ادته لنا، ده بتاع محمد صبحي. ده رقم واحد. ده قعد مصطفى محمد، ده المستخبي. يعني انا يجي لي 9 مليون يورو ولا 10 مليون يورو وارفض، وارفض، وبعدين انت تعير الواد ده، انا عرض كهربا حوالي 4 مليون دولار، انت تعير مصطفى محمد اللي بينافس محمد صلاح ب 2 مليون دولار، يعني 32 مليون جنيه. وانا عرضت كهربا، لا لا مش محمد عبد الشافي، مين تاني احنا عرضناه؟ عمر جابر. وانت 2 مليون دولار يعني 30 مليون. وبعدين حاطط في العقد هنا ان هو لما ياخدوا بقى منك ب 2 مليون دولار، 2 مليون دولار اللي هو الاعاره، ثانيه واحده بقى اللي اهو، بسم الله، 4 مليون، 4 مليون دولار لو انا هاخده نهائي، يعني ايه كده 4 كام؟ 60 مليون. مصطفى محمد، مصطفى محمد و15% لما يبيعوا النادي تاني. طب مين اللي ماضي بقى على العقد بقى؟ سيبك انها لجنه، نعمل كده اللي ماضي، مش عارفه كلامي صح، لان لو راح غير كده العقد ده بقى كان يبقى ملوش قيمه. الاستاذ سامي صبحي متري ممثل مجلس الاداره،
هو حضرتك استاذ سامي كان بيمثل مجلس الاداره؟ ده كان لجنه. طب هو لو كتب ان انا لجنه العاده يبقى ماشي؟ عايزين مصطفى محمد بتاعنا. مصطفى محمد ثمنه عندي 20 مليون يورو. سيبك بقى من بقه ابراهيم بقه والاشكال دي بقى اللي القرف اللي احنا شفناه ومخبي العقد وفي الدرج ده انا سايبه عند نينا سايبه عند تيتا. ايه يا جماعه ده؟ مصطفى محمد العقد ده اللي مضاه هو نفسه قال انا عدو مجلس اداره، هو مش عدو مجلس اداره. لان لو قال غير كده الفيفا لن يعتمد هذا العقد. خلاص؟ نيجي بقى عند ايه؟ جروس. دفعنا 700 مليون يورو لجروس. دفعت 700 مليون يورو، اه والله ده 700 مليون يورو لجروس، اه والله. وعمرو اديب يا جماعه واحمد موسى يشوفوا جروس 7000 مليون يورو، 70 مليون جنيه ادفعهم له. جروس كان معاه ثلاث مساعدين. واحد اسمه بير والتاني اسمه شورمان. بير شورمان ده واحد اهو. اتحكم له بيه بقى؟ بير شورمان عايز سنة كاملة. أوريكم بس الكذب. الكذب. أنا جايب لكم المستندات بقى اللي جوه النادي. بير ده عايز سنة. يا أستاذ عبد الشافي خير؟ خير؟ ما أنت كده بتقطع الإرسال. هو ما بيحبش كده. بير وجروس خلي بالكم. والتاني اسمه مش عارف أندريه إيه كده أهو. كان أندريه عايزين سنة كاملة. جروس ثلاث مساعدين. جروس لما رفع القضية خسرها قدامنا، يعني أيامنا خسرها. طالب سنة كاملة. وهم كاتبين سنة كاملة، فالمحكمة حكمت بإيه بقى؟ حكمت للمساعد الأولاني ب 56,000 يورو. اللي هم إيه؟ ايه هم 56,000 يورو؟ 56 ادي الحكم اهو بالانجليزي ومترجمه لكم بالعربي. ادي الانجليزي اتحكم له ب 56,000 يورو اللي هم ايه؟ كان ليه شهرين. ادي الحكم اهو بالانجليزي يا جماعه. انا معلم عليه 56,000 يورو. تمام؟ كان ليه شهرين متاخرين له ومكافئه الكونفدراليه. المحكمه حكمت بايه؟ بالشهرين ومكافأة. يبقى كسب القضية ولا خسرها؟ هو كان طالب سنة كاملة. يبقى خسر القضية وفي الآخر خد الفلوس اللي احنا كنا شايلينها له قعد ست أشهر شغال عندنا. أدي الحكم يا جماعة 56,000. طيب مين اللي بعت الفلوس؟ نعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان بيقول لك إيه؟ ودفعنا وادي الترجمة العربية يا جماعة هي بتاعته. عشان يبقى لكم الترجمة العربية. يبقى أنت ما دفعتش ولا مليم. خلاص؟ أمال مين اللي دفع؟ أهو أدي أجيب لك اللي دفع. بس الأول أجيب لك ده 56 أهو. والثاني اتحكم له بكام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أه والثاني اتحكم له ب 100,000 يورو. اللي هم إيه؟ الشهرين والمكافأة. يبقى كسب القضية ولا خسرها؟ خسر. ادي يا جماعه التحويل. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي تحويل 100,000 يورو. تحولوا امتى؟ 21 يونيو 2020. كنا موجودين ولا مشينا؟ يبقى لجنه دفعت ولا احنا اللي دفعنا على طول بعديها؟ كذب. خلاص؟ ادي الثاني ابو 56,000. اهو ادي 56,000 راحوا للتاني يوم كام؟ 21 يونيو 20. كنا موجودين ولا مشينا؟ يبقى هم ما دفعوش ولا مليم. كدابين دول، كدابين. واللي روج لهم في الاعلام كدابين زيهم. عيب اللي حصل من تشويه. ادي التحويل اهو. ادي واحد والتاني طلعته لكم لسه مطلعهوش. خلاص؟
واحد ب 100,000 يورو والتاني بكام؟ ب 56,000 اللي هم الشهرين بتوعهم والمكافأة اللي كنت مجهزة لهم وجروس. طب نيجي بقى لجروس نفسه. تعالى شوف بقى جروس اهو. صدر حكم. اتفضل يا سيدي. جروس ومدرب الاحمال الاثنين خسروا القضيه في اول درجه اهو. ادي حكم مدرب الاحمال خسر القضيه وجروس خسر القضيه. الاثنين خسروا القضيه خلاص. فرح رافع قضيه في حته ثانيه في الكاس. حكمت له بايه؟ الشهرين والمكافاه. مش عايز كذب بقى كفايه. لا بيدي كفايه. عرفنا زهقنا واعلام على طول. تفتح تلاقي هنا تفتح هنا. ايه ده حرام. طيب ده حمدي النقاص ده الحكم هو اللي ضده. مين اللي قال اللجنه انه يخسر القضيه؟ اتلغى الحكم الاولاني. يبقى كسبنا ولا خسرنا؟ كسبنا. طيب قال لك خالد بوطيب مظبوط. بتاعت مين دي يا جماعه؟ ادي خالد بوطيب. مين المدعي؟ نادي الزمالك. احنا اللي شاكينه وانتوا اللي اهملتوا. المدعي ايه؟ خالد بوطيب. حد بس يقرب عشان اهو. اللي شكى الزمالك والمشكو في حقه خالد بوطيب. عيب اللي حصل ده في الاعلام. عيب اللي حصل من طارق جبريل وعمرو ادهم وحسين السمري وحسين السيد. عيب. انتوا بتشوهوا مين؟ انتوا فضحتونا قدام مصر كلها والعالم كله. انت يجي لك لاعب ازاي وانت عمال تقول انا مفلس مش لاقي اكل انا غلبان انا اضاء في اهو. مين اللي شاكي يا جماعه؟ اقروا معايا. الزمالك اللي شاكيه. كونك انت ما بعتش دي مشكلتك. كونك كنت بتقول للعيبه روح اشتكيهم دي مشكلتك وهتتحاسب عليها. مع احترامي للناس بيقول لك مش عايزين ننبش في الماضي. لا ما بنبش في الماضي. انا بوضح للناس. ادي خالد بوطيب اهو شكوتنا احنا. وبعدين لما يجي لي تقرير من الدكتور ان خالد بوطيب راح يعمل عمليه بعد ما جه من بطوله كاس العالم في روسيا ورافض انه يعملها ويقعد. وادي الانذارات اللي اتبعتت له ايه باللغه اللي بيفهم فيها. اتفضلوا. الراجل موافق على صرف مبلغ كذا يورو لكشف اللاعب خالد بوطيب. تحاليل الورق ده كله اتسلم. انت ما قدمتوش ليه؟ انت اللي كنت عايز تجيب النادي الارض. وبعدين الدكتور كاتب تقرير انه لازم يعمل عمليه. تقرير اهي كلها دي تقرير من الدكتور. وبعدين كان ليه شهرين حطينا اودعناهم له في البنك واحنا اللي فسخنا عشان العداد كان شغال. واحد مش عايز يجي التمرين مش عايز يلعب مش عايز يعمل عمليه. انت اللي اهملت. انت اللي بعت النادي للاسف.